من أجل توضيح صورة العلاقات العراقية الإيرانية، كنا قد استعرضنا المساعي العراقية لتحسينها على ضوء مبادرة السيد الرئيس القائد صدام حسين في 5/1/1990 والرسائل المتبادلة بين سيادته وبين القيادة الإيرانية، والتي تطرق إليها الأستاذ حامد يوسف حمادي وزير الثقافة والإعلام في حلقة سابقة من الملف. ومن الجهود العراقية كانت زيارة وفد كبير في 8/1/1991 برئاسة الأستاذ عزت إبراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، والذي ضم آنذاك هذا الوفد عددا من السادة الوزراء. ويسرنا أن نستضيف الآن أستاذ محمد حمزة الزبيدي رئيس مجلس الوزراء، والذي كان آنذاك وزيرا للنقل والمواصلات، ليحدثنا عن جانب مهم من هذه اللقاءات العراقية الإيرانية. أهلا وسهلا سيادة رئيس مجلس الوزراء. احنا عندنا عدد كبير في الواقع من الأسئلة التي تتعلق بالمضمار الذي كنتم مسؤولين عنه وقمتم بمفاوضات مع الجانب الإيراني في هذا، وهو الاتصالات والنقل. فهل من الممكن أن توضح لنا ذلك؟ الحقيقة على ضوء توجيهات السيد الرئيس القائد بتطبيع العلاقات مع إيران وإقامة علاقة وثيقة وبحسن نية وطي صفحة عن الماضي الذي كان يسود آنذاك، وبعد رسالة السيد الرئيس القائد إلى رئيس رفسنجاني تاريخ 14/8/90 وما تلاها، حصلت عدة زيارات. آخر زيارة اللي كانت هي برئاسة الأستاذ عزت إبراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، واللي كنت أنا أحد أعضاء الوفد. سافرنا إلى طهران يوم 8/1/91، وللحقيقة أقول كان الاستقبال من الجانب الإيراني كان استقبال جيد وبكل حفاوة وبكل تكريم وكل تقدير، وكان على رأس المستقبلين نائب رئيس الرئيس الإيراني حبيبي. وكان الاهتمام الواضح من قبل الجانب الإيراني بوفدنا الحقيقة أعطانا انطباع، وحتى عندما كنا في إيران انطباع إيجابي جدا. كانت هناك الحقيقة اجتماعات ولقاءات مستمرة وبين الجانبين، عقدت عدة اجتماعات برئاسة الأستاذ عزت ومن الجانب الإيراني برئاسة نائب الرئيس حبيبي، و من خلال المباحثات توصلنا إلى نتائج أنه كل واحد في مجال الاختصاصات أن يتولوا المسؤولية، وتكون هناك اجتماعات للفنيين والوزراء المختصين. الحقيقة أنا كان مجالي هو وزارة النقل والمواصلات. خلال قبل ما أدخل بالمفاوضات مع زميلي آنذاك بالنسبة إلى وزير النقل الإيراني ووزير الاتصالات الإيراني، حصل لقاء استقبلنا الرئيس رفسنجاني، وكان بعد السلام الحار والاستقبال والحفاوة كان حديث دار بشكل عام حول العلاقات الثنائية وتطبيع العلاقات، وكان الرئيس رفسنجاني طرح حقيقة يعني كان يحاول بكل الإمكانيات أنه أن تطبع العلاقات وأن يكون هناك فعلا تطوير سريع للعلاقات اللي انحرم منعتها الجارين إيران والعراق خلال الفترات السابقة. سيادة رئيس المجلس الوزراء، إذا هل كان لرفسنجاني رأي في موضوع وجود العراق في الكويت؟ نعم، حقيقة طرح علينا رفسنجاني وأكد أكثر من مرة بأنه ينصح العراق
بعدم الانسحاب من الكويت، وأكد أنه انسحاب العراق من الكويت سيؤدي إلى سقوط الحكم. فنصيحته للوفد العراقي بأنه ونصيحته للسيد النائب بأنه الاستمرار وعدم الانسحاب نهائيا من الكويت، والحقيقة أكد هذا الموضوع أكثر من مرة. احنا بالنسبة الى بعد ان انتهت الحقيقة المقابلات، بدأ العمل فيما يخص الاجتماعات الفنية التخصصية. نعم. ومن خلال المباحثات كذلك طرح بانه من الضروري فسح المجال للتجار الايرانيين والتجار العراقيين، بان بسرعة ان يكون هناك تبادل التجارة بين العراق وبين ايران على مستوى الرسمي يعني فيما يخص، وتنشيط هذا يعني قطاع بالنسبة للتجار، تنشيطهم فيما يخص التجارة بين العراق وإيران. وإحنا أبدينا استعدادنا، السيد النائب أبدأ استعداده يعني واسع حول هذا الموضوع للمباشرة فورا وعلى يعني كل الاتجاهات، يعني إذا كان في مجال البحر أو إذا كان في مجال البر. احنا بالنسبة لنا عقدت اجتماع مع وزارتين النقل والمواصلات، وزارتين نعم. الحقيقة كان وزير الطرق والنقل سعيدي، نعم. انا ذاك يعني كان موجود، وكان الوفد اللي بالنسبة برئاسته، وكان وزير المواصلات غير موجود في إيران، يظهر كان خارج هذا، بس جميع المسؤولين اللي يلو كانوا من الوزارتين كانوا حاضرين. طرحوا علينا بإيجابية حقيقة التعاون في كل المجالات. وفي بداية الموضوع أنا كنت قبلها يعني قبل ما نذهب إلى إيران أرسلنا وفد من الطيران العراقي، يعني من منشأة الطيران دزيت المدير العام ويا عدد من المختصين لأجل أن يبحثوا الوسائل الممكنة في سبيل فتح الخطوط الجوية العراقية بين العراق وبين إيران، وربط المطارات، يعني مقترحات بأنه حتى تكون من الجوانب الفنية مهيئة، نعم. إلى أن إحنا يكون الوفد بالنسبة حتى بعض الأمور تكون من ناحية الفنية مهيئة. ففعلا بعد ما يعني حصلت المقابلة كانوا الإيرانيين على أتم الاستعداد، ولا أتذكر كانوا هم يطرحون أكثر المقترحات لأجل أن تطور العلاقات بيننا وبينهم. إحنا يعني اتفقنا معهم على ربط مطار البصرة الدولي بشبكة السبل الجوية الإيرانية عبر مطار عبادان، حتى الحقيقة يعني كانت فكرتنا بأنه ما فقط مطار بغداد وطهران يعملون، وإنما حتى المطارات اللي يعني في بالنسبة للمحافظات، خاصة مطار البصرة الدولي ومطار عبادان، من الممكن حتى نسهل التنقل بالإضافة إلى الأمور الأخرى اللي تهم البلدين. هم طبعا كانوا متحمسين لذلك. كذلك يعني ربط السبيل الجوي الخطوط اللي يسموه أحمر 21 بالأجواء الإيرانية عبر الشبكة لأقليم طهران يعني الجنوبي، وأي كذلك بين مطار البصرة وعموم المطارات الإيرانية، وخاصة بالنسبة عبادان وطهران. وكذلك كانوا في ذلك الوقت فعلا مؤيدين ومتحمسين لهذا الموضوع. أنا بصراحة يعني كان إحنا يوم 9، هو كان الاجتماع يوم 9/1، كانت التهديدات الأمريكية على العراق آنذاك يعني كانت مستمرة، وكان الظرف بالنسبة لنا يعني الأجواء واضحة. طرحت عليهم بأنه إذا أمكن أنه أنقل الطائرات العراقية إلى إيران، وطرحت انه احنا عندنا 33 طائرة مدنية من الممكن يعني ان تنقل في اي لحظة او في الظروف اللي من الممكن هذا حتى نقدر ننقلها الى ايران. الوزير الايراني
جاوبني بأنه أنا بعد عودتكم إلى بغداد ذكر بأنه سيرسل الجواب بشكل سريع بعد دراسته، وبعد حقيقة أراد أنه حتى يهيئ لهذه الطائرات أماكن حسب الادعاء اللي في وقتها أنه حتى تهيئ لهذه الطائرات أماكن وإحنا على أتم استعداد. وأنا راح يمكن أجي على حول موضوع تفصيل الطائرات بعد هذا، بس هاي من ضمن المفاوضات الأولية اللي اتفقنا عليها. اتفقنا أنه عن نفتح خط بين البلدين لنقل المسافرين وبضمنهم زوار العتبات المقدسة. اتفقنا يعني فيما يخص هذا الجانب حقيقة أنه على النقل البري والنقل الجوي يوميا العفو أسبوعيا ننقل 3000 أو يكون عدد الزوار العتبات المقدسة من الإيرانيين 3000 زائر أسبوعيا. نعم. والحقيقة اتفقنا هم طلبوا أكثر من هذا العدد، يعني هم في وقت طلبوا أكثر من هذا العدد، حسب ما أتذكر طلبوا ممكن أسبوعيا تكون 5000. إحنا كانت بالنسبة لنا لوسائل النقل والإمكانيات والإيواء المتاحة أيضاً. والإيواء وظروف الكربلاء والنجف وبالنسبة للكاظمين يعني عموم العتبات المقدسة يعني بيحتاج إلى يعني أماكن وإيواءهم فالحقيقة يعني بالنسبة لنا اتفقنا على 3000 يعني. نعم. بعد أن يعني أخذنا الرأي بالنسبة لهم بشكل نهائي اتفقنا على 3000 أسبوعيا أن يكون بالنسبة لزوار العتبات المقدسة. نعم. هاي عدا الزوار الاعتياديين، يعني عدا التجارة عدا السياحة الأخرى، هذه فقط لزوار العتبات المقدسة احنا اتفقنا 3000. نعم. الحقيقة اتفقنا يعني بشكل مباشر على أساس إحنا نفتح الخطوط بين بغداد وبين طهران، الخطوط الجوية المقصود. نعم. يعني هذا، وكذلك بين البصرة وبين عبادان. نعم. وكذلك فسح المجال أكثر يعني للحركة الجوية العراقية الإيرانية تكون بين بغداد طهران بين البصرة عبادان في أي بالنسبة إلى عدد المطارات طبعا اللي هم يعتذرون فيما يخصها تكون عسكرية أو غيرها. واتفقنا أن تكون ربط هواتف مباشرة بين المطارات المعنية لتسهيل حقيقة الـ يعني الطيران والاتصال هذا. كذلك بحثنا معهم موضوع الموانئ والنقل البحري. أنا شخصيا حقيقة اقترحت علي أنه كما يعني كبداية أنه أنا كذلك أريد أن تكون بواخرنا وسفننا تكون في المياه الإيرانية. نعم. لظروف وذكرت للسبب قلت للأمريكان وحلفائهم تهديدهم مستمر علينا وتعرف هذه، فأفضل يعني بالنسبة لنا وإحنا كجيران ومسلمين يعني أفضل أنه كذلك مثل ما نقاوي تعاون الطائرات كذلك البواخر والسفن تكون ضمن المياه الإيرانية حتى نقدر نحافظ عليها. والحقيقة اقترحت علي أن تكون في يعني ميناء بندر عباس وميناء بندر خميني. نعم. يعني كان بالنسبة للمقترح حتى تسهل الأمور بالنسبة لنا للنقل وغيرها. كذلك كان جوابه بأنه بعد زيارتنا إلى بغداد، لأن هم كان من المقرر أن يعني يزورون بغداد، بعد أنا راح أجيب وبسرعة راح يكون الجواب معي فيما يخص هذا. طلبت أن احنا نكون المباشرة وهم كذلك اقترحوا بالنقل البحري الساحلي من ميناء بندر خميني إلى ميناء أم قصر، وإحنا كانت توجد عندنا الإمكانيات حول هذا الموضوع، وكذلك حسب ما أعتقد وظهر أنه هو هم عندهم الإمكانيات حول هذا الموضوع، وكان معتهم اعتراف حول يعني المباشرة بالنقل بالنسبة لنا. وكذلك صارت يعني مذاكرة ومناقشة حول دراسة إمكانية تصدير النفط العراقي عبر الموانئ الإيرانية. وكذلك يعني ما فقط التصدير يعني هذا، حتى كان تفكير أو كانت مناقشة حول مد أنبوب للنفط عبر شط العرب إلى ميناء بندر خميني.
وبهذا راح تسهل يعني المنافذ، بالإضافة للاتفاق والمصالح متشابكة بأنه إحنا بلدين جارين، ومن الممكن يعني إحنا ننفذ إذا كانت إيران أنذاك ما عندها إمكانية إحنا ننفذ هذا المشروع، لأنه عندنا الإمكانية وعندنا القدرة لتنفيذ هذا المشروع. الحقيقة أوعد بأنه يدرس هذا الموضوع، ومن ثم يعني يكون الجواب بالنسبة لنا فيما بعد. يعني والمقصود هو دي أجل الإجابة أو إعطاء الموافقات أو التوقيع إلى ما يعني إلى زيارتهم، عند زيارتهم إلى بغداد. إحنا مجالات النقل البري كذلك عندنا مجالات جدا واسعة، كذلك هذا الموضوع إحنا الحقيقة ناقشناه مع الجانب الإيراني بشكل تفصيلي يعني فيما يخص هذا المجال، لأنه كانت النية أنه جهد الإمكان أن نوجه بواخرنا بالنسبة إلى النقل وال يعني البضائع اللي ترد إن تأتي عن طريق يعني ميناء بندر خميني، وعن طريق بالنسبة للمحمرة، وممكن نقلها من المحمرة إلى البصرة، وعن طريق سكة الحديد ممكن يعني هذا تكون إن أسهل. فالحقيقة اقترحنا أنه هذا الموضوع عليهم بأن النقل يكون بهذا الطريق، هم كذلك أيدوا وكانوا يعني حقيقة متحمسين بالتأييد يعني للمقترحات اللي كانت تطرح من قبلهم أو من قبلنا، وكانت مقترحاتهم كانت يعني اللي تطرح هي أكثر يعني لصالح البلدين بس بها جانب يخدم العراق. وكان الطرح استخدام سكة الحديد من ميناء بندر خميني إلى المحمرة، ثم إحنا نستخدم الطرق البرية من المحمرة إلى البصرة. وناقشنا أنه في المستقبل من الممكن كذلك مد سكة حديد من المحمرة إلى أن نربطها أم محطة قطار البصرة يعني، وتكون سكة متصلة وتسهل هم سهل نقل المسافرين وكذلك السهل نقل البضائع. وهذا الموضوع الحقيقة يعني في وقتها كنا أنا والسيد الوزير الإيراني يعني والفنيين كذلك متحمسين بهذا الاتجاه يعني للمستقبل، بس احنا اتفقنا بشكل أولي على أنه البضائع تأتي إلى المحمرة وإحنا من المحمرة ننقلها عن طريق البر. سيادة رئيس مجلس الوزراء، إذا واحد يستعرض فقط هذه المشاريع التي طرحتوها تدل على فعلا حسن نية العراق في هذا التوجه، لأن هذه كلها مشاريع تدل على ديمومة استقرار العلاقات، لما واحد يمد انبوب نفط ويمد سكك حديدية ويفتح هذه، معناها هنالك كانت نية جيدة من العراق باستمرار علاقات طبيعية بين جارين. يعني الحقيقة احنا نياتنا كانت صادقة، واحنا حسب يعني ما توجيهات السيد الرئيس بانه ان تكون العلاقات مع الجار ايران علاقات وثيقة ودائمية وبشكل يعني لا يقبل اللبس. واحنا يعني حتى السيد النائب كان مخول بصلاحيات واسعة حتى بالنسبة إلى توقيع اتفاقيات أو ما شابه ذلك يعني بالنسبة لهذا الجانب. وإحنا كذلك يعني من خلال مباحثاتنا كذلك فعلا اللي تفضلت به أنه النيات صادقة، بأنه بالنسبة للمشاريع بالنسبة لربط البلدين يعني كبلدين جارين. هل وقعت اتفاقيات ثنائية في مجال المواصلات والنقل؟ كانت على أساس توقع عند زيارة الوفد الإيراني إلى بغداد، وحسب طلبهم حقيقة إحنا كنا على أتم الاستعداد لتوقيع الاتفاقيات. لكن حتى تتعزز يعني بالنسبة للطرح أنه الزيارات بين العراق وبين إيران، كان من المقرر أنه جميع الاتفاقيات تعد من الطرفين، لجان الفنية تعدها من الطرفين وتوقع عند زيارة الوفد اللي على أساس هم سيكون رفيع المستوى مثل ما وفدنا كان رفيع المستوى مثل ما سمي الحقيقة عند زيارة بغداد. ولم يأتي الوفد حتى الآن؟ لحد الآن لم يأتي الوفد. أنا طبعا بعد عودتي حتى من الناحية الثنائية يعني كوزير للنقل والمواصلات وجهت دعوتين،
وجهت دعوة لوزير النقل والطرق الإيراني، ووجهت دعوة إلى وزير الاتصالات الإيراني. طبعا أوعدوا ما جاني جواب الحقيقة، يعني بعد عودتنا مباشرة أنا وجهت الدعوات. الحقيقة كذلك اتفقنا على نقل 3000 مسافر أو زائر للعتبات المقدسة عن طريق البر عبر المنافذ الحدودية، يعني من بين خانقين وقصر شيرين والمنافذ الأخرى، أي من يعني اللي احنا نتفق علينا، واحنا أبدينا استعدادنا الكامل للمباشرة بهذا الموضوع. فهذا الموضوع يعني احنا في ايران في طهران واتفقنا عليه، وان تم استعداد ان نستقبل زوار العتبات المقدسة. في الحقيقة حتى اتفقنا بالنسبة للأنواع الجوية بين القطرين، يعني بين البلدين، يعني فيما يخص هذا الجانب، تبادل المعلومات والخبر فيما يخص هذا الجانب، فتح البريد وكذلك الخدمة الهاتفية والتلكسية من خلال المحطة الأرضية أنتلسات، يعني حقيقة يعني كذلك اتفقنا، واتفقنا أن يكون يعني في المستقبل يعني حتى مشاريع مشتركة بيننا وبين إيران بالنسبة إلى في مجال النقل والاتصالات بشكل عام والبريد. فيما يخص الحقيقة الطائرات اللي ذكرتها، يعني كان عندي سؤال في هذا الخصوص سيادة رئيس مجلس الوزراء، أنه يعني موضوع الطائرات أفهم من كلامكم أنه كان نتيجة إلى خطة وليس هو إجراء آني كما اعتقد البعض، أنه عند قيام العدوان العسكري على العراق لجأ العراق إلى إرسال طائراته فجأة إلى إيران. لا، احنا بالنسبة إن هذا الموضوع بحثته مع الجانب الإيراني أثناء باجتماعات موثقة رسمية يوم 9/1 وأني بإيران، وطلبت مو فقط الطائرات، يعني الطائرات والبواخر، بس أكدنا على الطائرات. يعني فيما يخص الطائرات بحثنا هذا الموضوع وجاوبني، قلت له هذا أرجوك أن تعطيني الجواب بسرعة، فخبرني بعد عودتك إلى بغداد أني راح يجيك تلكس من عندي أخبرك وأوعد بالموافقة. وجاء التلكس؟ أني هسه أذكر لك الحقيقة، التلكس بلغت من بعد تأكيد عن طريق الخارجية بعد عودتنا، وصل علمتني وزارة الخارجية يوم 15/1/91 بحصول موافقة السلطات الإيرانية بإيواء الطائرات العراقية على أن تصل من ضمن التلكس اللي إجا من إيران، موافقتهم على أن تصل إلى حد الساعة 8:00 من صباح يوم 16/1. يعني الموافقة جتني يوم 15 تقريبا، أذكر في عشية العدوان العسكري يعني. بالضبط يعني. فيوم يوم يوم 15 وصلتني، ويطلبون أقصى مدة إلى يوم الساعة 8:00 من صباح يوم 16. المفروض آخر طائرة تصل إلى إيران. أنا فعلا صدرت تعليمات وأوامر بشكل سريع لكل الأجهزة في الطيران الخطوط الجوية العراقية، وطلبت الإسراع بنقل الطائرات إلى إيران، وفعلا باشرت الطائرات بالتوجه إلى إيران، وكل المعلومات اللي كانت يعني الطيارين عندما يعني يذهبون، يعني كانت الطائرات يوضعوها في أماكن جيدة، قدرنا أن ننقل يعني إلى إيران 33 طائرة. بين نقل وبين ركاب. بين نقل وبين ركاب، وحتى أنواع الطائرات، يعني 6 طائرات إيرباص، 5 طائرات بوينغ، 22 طائرة نقل اليوشن. فعدد الطائرات اللي نقلناها احنا الحقيقة 33 طائرة مدنية ضمن اتفاق مسبق، ضمن اتفاق مسبق مع الوزير، وجدت موافقة الحكومة الإيرانية يوم 15/1 عن طريق وزارة الخارجية. طيب اريد اعود ايضا الى نقطة اخرى سيادة رئيس مجلس الوزراء، انه
شرحت في البداية أن هنالك لاحظت ترحيب إيراني كبير بالوفد وبتفاصيل المفاوضات، ثم استعداد للتعاون. ظهر بعد ذلك جانب مناقض إلى هذا، التآمر الإيراني، التنكر لهذه الاتفاقات وهذه المفاوضات والأشياء التي اتفق عليها. كيف تفسرون ذلك؟ أنا أعتقد أنه هذا كان مخطط مبيت. لأنه إحنا الحفاوة والتكريم والاتفاق والاهتمام على كل المستويات، وبعدها تصير يعني مؤامرة صفحة الغدر والخيانة. يعني هذا المخطط كان حسب تقديري أنه هذا متفق عليه ومخطط مسبق، يعني بعد العدوان الأمريكي وحلفائهم، بعدها مباشرة تبدأ صفحة الغدر ويبدأ المتسللين بدخول العراق ويعملوا. ولذلك تلاحظ يعني إلى يوم واحد على اثنين، يعني يوم اثنين ثلاثة حقيقة، يعني لا يوم اثنين ثلاثة احنا اتفاجئنا بالمتسللين الإيرانيين هم اللي يدخلون ويعبثون ويهدمون ويحرقون ويهدكون أعراض العالم. يعني هذه حالة الحقيقة ثبتت لي، وأنا يعني واثق بأنه هي مخطط مسبق لأجل أن يهيئون أنه يبعدون عنهم، يعني سبب ترحابهم سبب الخطأ تمويه لأجل أن ينفذون هذه المؤامرة المبيتة. يعني هذا تقديري حول الموضوع، وحقيقة واثق من عنده.